السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف ازاي نسطب برنامج جميل جدا اسمه لايف واير اند بي سي بي ويزارد. هما اتنين برنامجين، اتنين لايف واير وبي سي بي ويزارد. ده شكل البرنامج، فيه هو مضغوط بالوين رير، تمام. هتلاقيه في صندوق الوصف، هرفعه في صندوق الوصف ان شاء الله، هرفع لكم الرابط. وهنعرف ازاي نسطبه. هو مش محتاج تسطيب، هو هتخش كده على طول على اللايف واير، هتدوس على الايقونه دي. اول ما تدوس على الايقونه ديت البرنامج هيفتح معاك. بتفتح البرنامج، اهم شيء عندي الجاليري. الجاليري ده اللي فيه كل العناصر الالكترونيه اللي انت هتستخدمها في البرنامج. طب لو انا قفلتها وعايز اجيبها تاني، اهو من فوق هنا من صندوق العده ده، اخش عليه الجاليري، ادوس عليها، هيطلع لي ايه شكل البرنامج، يطلع لي شكل العناصر الإلكترونية. طيب في جميع العناصر الإلكترونية اللي موجودة اللي أنت ممكن تتعامل معاها في الإلكترونيكس أو معظمها. ناخد كده جولة في العناصر. لو كنا شفنا عند الباور سبلاي، تلاقي جميع أنواع الباور سبلاي اللي ممكن تتعامل معاها، جميع أنواع مصادر الطاقة اللي ممكن تتعامل معاها في إنشاء أي دايرة إلكترونية، سواء كان اي سي او دي سي، باختلاف بقى الايه الانواع. لو كان مصدر جهد او كان مصدر تيار. وكمان في موضوع ريجوليشن، اللي هو موضوع اللي هو لو عاوز تعمل تنظيم للجهد تعمل ريجوليشن. والكونكتورز لو عايز توصل مباشر على طول، دخل في سي سي او تدخل في اس اس من خلال تيرمينال مباشرة على طول لدايرة. بالنات لو عاوز توصل بيها مجموعة معينة، لو هتستخدمها في البيك، أنواع مختلفة من المايكرو كنترولر. ودي سوكيتس زي الماتريكس كده، توصل داخل وخارج. وعناصر الإدخال الإنبوت زي السويتشات، زي السنسورز، السويتشات اللي بتبقى في أول الدايرة أو في منتصف الدايرة، وسنسورز زي ال LDR والثرمستور. طبعا أنت من خلال شغلك في على البرنامج هتعرف، من خلال تعمقك في البرنامج هتعرف كل المكونات دي. دي فيرتشوال انسترومنتس، لو انت عايز تدخل جنريتور يدخل لك اشاره معينه سواء كانت ساين او تراي انجل. دي ريزيستورز والكاباستورز والاندكتورز، بيسموها باسيف كومبوننت. هم مسمينها كده باسيف كومبوننت، واحنا عارفين طبعا سموها باسيف كومبوننت ليه. انواع مختلفه من الايه من العناصر الالكترونيه. بعد كده ديسكريت سيمي كوندكتور اللي هي الدايود، اللي هي الاكتيف كومبوننت بقى، الدايود والزنر والثايرستور والبريدج ريكتفاير والترانزستور بانواع مختلفه، كل ده موجود في الجاليري. بعد كده اللوجيك جيتس، الاند والناند والنور والاور والاكس اور، والكلام ده كله موجود، استخدمه برضو في العمل سيموليشن لدايرة فيها اللوجيك جيتس. الانتجريتد سيركت زي الثلاث خمسات، زي الاوبريشن امبليفاير، وحاجات تانية كتير مختلفة. وعندك هنا بقى سيريز جاهزة اهيت، عايز تعمل تدخل مثلا اي سي لاربع رجول، اي سي لستة، اي سي لخمسة، وهكذا. ده لو عاوز تدخل تعمل بقى حاجة اسمها اللي هو الجي كي فليب فلوب. وده الاوتبوت كومبوننت، عناصر الاخراج، ودي الميجرينج، عناصر القياس. لو انت عايز تدخل جهاز تقيس بيه بقى، سواء تقيس جهد، تقيس تيار، تقيس الحاجة اللي انت عاوزها. شكرا جزيلا.